حاسين ان احنا بنلعب في بلدنا، والجمهور المغربي انا عارف ان هو داعم كبير جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله المباراه زي ما قلت المباراه مش سهله، المباراه صعبه برغم ان فريق سياتي الاول مره بيوصل بطوله، ولكن مواجهته مش هتكون سهله. ان شاء الله الاهلي قادر على التعامل مع المباراه ويقدر ان هو يتخطاها باذن الله تعالى ويحدد موعد مع ريال مدريد باذن الله. اكلته كتير لان انا اساسا مقيم في المغرب، فانا لا اكلت بصراحه ممتاز واكله ممتازه جدا جدا وبحبها كتير. التشجيع كان غير عادي، بلعب وكان متوقع ان شاء الله مباراه تكون صعبه، لكن اتمنى ان شاء الله الفوز للاهلي. متعودين على البطولات، وكمان احنا بنلعب في ارضنا مع اهلنا، والدعم مع الجمهور المغربي والشعب المغربي بصراحه دعم غير محدود، وان شاء الله بتشجيعكم لينا ان شاء الله الاهلي والوداد يكون في النهائي يا رب ان شاء الله باذن الله. جربت الكسكس المغربي، وجربت البسطيله، وجربت اللحمه بالبرقوق، وجربت شحال من حوايج بصراحه، حاجه جميله وبلد جميل وشعب طيب. يا رب ان شاء الله نرد لكم الجميل اللي انتم عملتوه معانا ان شاء الله، وربنا يديم الاخوه بينا يا رب ان شاء الله باذن الله. شكرا. 16 هنا كاع مول مسوق الفلسطيني، ها هو اللوغو، ديما اللوغو ديال الفلسطيني. لعبوا لينا علتشون اليوم يعني لاعبين ديال الاهلي المصري، وحنا معاهم، حنا من المغرب ومرحبا بهم في بلادهم يعني التشانيه، وحنا كاملين مع عرب وكاملين مسلمين، وغنشجعوا بالروح يعني، ونتمناو يعني الاهلي المصري يجيب هذا الفوز ويكونوا مع الوداد في الفينال. علاش لا؟ واخا حنا ما نقولوش الماتش ديال الوداد، حنا جايين اليوم الاهلي، حنا مع 90 دقيقه، واللي ربح هذه الكره اهم شيء الروح الرياضيه. ومرحبا بهم كلهم في المغرب، والكاس العالم ديالنا في المغرب، اي واحد داف العرب حنفرحوا ليه. وشكرا شكرا شكرا. الحمد لله. الشعب المغربي شعب مضياف وكريم وجميل وجميل جميل جدا جدا، مبسوط ان انا هنا. المستوى اللي تقدمه فريق الاهلي، الاهلي احنا الجمهور المغربي صراحه الفريد من نوعه في المقابله الاولى. التشجيع كان جميل جدا، واستخدموا سير مع الاهلي حاجه جميله جدا، واحنا لسه منتظرين الاهلي في المباراه بتاعه النهارده. احنا بنعتبر ان سياتل النهارده اول مباراه للاهلي، الاولى دي كانت بروفه كده، فان شاء الله يقدم يعني مستوى كويس، وان شاء الله نقابل ريال مدريد في الرباط باذن الله. انا ساعات بجيت جربت كل انواع الاكل المغربي، الطاجين والكسكس والمسمن والبطبوط، وكله جميل، اكل جميل وشاي وزي الفل. والله يعني احساسي حلو ومبسوط ان في المغرب، وانا على فكره انا مش عايش في المغرب، عايش في فرنسا، فانا جاي اشجع الاهلي، وباذن الله ان شاء الله ان شاء الله احنا بنقول الوداد والاهلي في النهائي باذن الله ان شاء الله. طاجن وكسكس والحريره، كله 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 تبارك الله، والمسامن اكل حلو تبارك الله. بنشوف ان عندك عالم الزمالك. طبعا طبعا طبعا، انا زملكاوي. عارف ان الصراع بين الاهلي والزمالك. انا زملكاوي بشجع الزمالك، بس الاهلي ممثل مصر دلوقتي، لازم اشجع الاهلي، وان شاء الله الاهلي في النهائي باذن الله. صعيدي يعني شوي نتمنى الاهلي ان شاء الله، نتمنى الاهلي والوداد ان شاء الله.